اتفاقك بالتأكيد في الحصة المسائية بعد العودة من العمل، أشعل لهم المصباح وأضع لهم الأكل، ثم أذهب لإعداد أكلي. ويستغرق الأمر بعض الوقت، أدعهم يأكلون ثم أطفئ الأنوار ليلا. هذه الوكالة الجديدة مستوحاة من الإنترنت، والله ولي التوفيق. طيور جوعة وعطشة، ماذا بك يا صغيرتي؟ تريدين أن تتصوري؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك يا دجاجتي؟ تكلمي، كيف حالك؟ لماذا لا تتكلمين؟ تحبين الأضواء؟ الدجاجة النجمة.
Mm-hmm.